motion in one dimension. الحركة في اتجاه واحد أو في بعد واحد. أول شيء نيجي للposition. الposition رمزه X وموقع الجسم بالنسبة لنقطة مرجعية مختارة. مختارة بمعنى إحنا بنختارها. مثلا عندي جسم بيمشي في البعد هذا على خط مستقيم، في لحظة ما كان الجسم موجود هون، راح اختار ريفرنس بوينت هون واعطيها الكوردينيت صفر. المسافة مثلا 30 متر. فالبوزيشن للجسم هاد عبارة عن بلس 30. الثلاثين هي المسافة بين الجسم وبين الريفرنس بوينت، والبلس انه الجسم موجود على يمين الريفرنس بوينت. مثلا اذا كان الجسم موجود هون وهي المسافة كمان 30، راح يكون البوزيشن ماينس 30. هي المسافة بين الريفرنس بوينت والجسم، والماينس بدل انه الجسم موجود على يسار الريفرنس بوينت. البوزيشن واضح انه فيكتور. الفيزيكال كوانتيتيز بشكل عام عبارة عن فيكتورز متجهات او سكيلرز كميات قياسية. بالنسبة للفيكتورز بتم تحديدها بشكل كامل بمقدار ماجنيتيود واتجاه دايركشن، بينما السكيلرز بتم تحديدها فقط بماجنيتيود مقدار. البوزيشن هون مثلا بلس 30، 30 مقدار، والبلس عبارة عن الدايركشن يمين او يسار الريفرنس بوينت. عندنا مثلا مثال، عندنا سيارة تمشي على الاكس اكسس، رح نختار الريفرنس بوينت هون ونعطيها الكوردينيت صفر. في الزمن صفر كانت السيارة عند بوزيشن بلس 30، يعني زمن صفر، يعني الزمن 10 ثانية كانت موجودة عند 52 بلس، بعدين عملت ريفيرس بحيث انه كانت عند الزمن 20 ثانية موجودة عند بلس 37، بعدين رجعت عملت ريفيرس كمان بحيث كانت عند الزمن 30 عند البوزيشن صفر عند الريفرنس بوينت، بعدين رجعت عملت ريفيرس كمان بحيث كانت عند الزمن 40 عند البوزيشن اي ناقص 37. الناقص هون انه السيارة على يسار الريفرنس بوينت، بالنهاية عند بوزيشن اف كان البوزيشن ماينس 53. في عنا اشي اسمه بوزيشن تايم جراف. البوزيشن تايم جراف عبارة عن البوزيشن مع التايم. فالسيارة اللي حكينا عنها في الزمن صفر كانت عند 30، عند الزمن 10 52، عند الزمن 20 37، عند الزمن 30 صفر، عند الزمن 40 ناقص 37، وعند الزمن 50 كانت ناقص 53. ونوصل الخط بين هاي النقاط. هذا او هاي الرسمة عبارة عن position time graph. لما position time graph يكون بارتفع الى اعلى تكون السيارة او الجسم بشكل عام تقدم الى الامام. لما تكون السيارة بترجع الى الخلف position time graph يكون بنزل.
نيجي لمصطلح displacement delta x. displacement عبارة عن التغير في البوزيشن. فالdisplacement لجسم انتقل من البوزيشن xi i رمز الانيشيال لا البوزيشن xf f رمز الفاينل. delta x بهاي الحالة بتساوي الفاينل بوزيشن xf ناقص الانيشيال بوزيشن اللي هو الموقع الاولي xi. delta x بتكون موجبة إذا xf أكبر من xi والعكس إذا كان xf أقل من xi. مثلا عندنا جسم أو سيارة تمشي على x axis هون reference point إحداثياتها صفر هون مثلا 10 البوزيشن هون 30 هون ناقص 10 هون ناقص 30. الجسم انتقل من 10 ل 30 واضح انه دلتا اكس بتساوي 20 30 النهائي ناقص 10 البدايه. من ناقص 30 لناقص 10 دلتا اكس بتساوي ناقص 10 ناقص ناقص 30 بتساوي 20. إذا كانت الحركة باتجاه اليمين بيكون دلتا اكس موجب لأنه اكس اف بيكون أكبر من اكس اي. مثال ثاني عندنا سيارة تمشي على الخط هذا هون الريفرنس بوينت هون نقطة 10 بوزيشن 10 هون بوزيشن 30 هون بوزيشن ناقص 10 هون ناقص 30. الجسم تحرك هيك إلى اليسار دلتا اكس بتساوي 10 ناقص 30 ناقص 20 أو هيك هون كمان دلتا اكس بتساوي ناقص 30 ناقص ناقص 10 بعطينا ناقص 20. إذا كانت الحركة باتجاه اليمين بتكون دلتا اكس displacement موجبة وإذا كانت باتجاه اليسار بتكون displacement سالبة. في عندنا مصطلح ثاني اللي هو distance وهو عبارة عن طول الطريق اللي بقطعه الجسم. طول الطريق اللي بقطعه الجسم هو عبارة عن مسافة. displacement فيكتور لها مقدار واتجاه. المقدار مثلا هون 20 الاتجاه بنعبر عنه بالسالب والموجب. الديستانس عبارة عن طول دائما موجب زي ما حكينا الديستانس دائما موجبة بينما الديسبليسمنت ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. في عنا هون مثال عشان نوضح أكثر الفرق بين الديستانس والديسبليسمنت. أنا هون بيتها رح نعطي بيتها الإحداثيات صفر والسوبر ماركت إحداثيات 20 بلس 20. أنا راحت من البيت للسوبر ماركت دلتا إكس عبارة عن 20 20 ناقص 0 يساوي 20 بينما الديستانس اللي هي رمزها دي كمان 20 المسافة كانت 20. برجوع دلتا إكس بتساوي ناقص 20 صفر ناقص 20 بينما الديستانس عبارة عن 20 عبارة عن مسافة دائما موجبة. بالنسبة للرحلة كاملة دلتا اكس تساوي صفر لأنه أن بدأت الرحلة وأنهتها في نفس النقطة وبالتالي دلتا اكس يساوي صفر بينما الديستانس عبارة عن 40 لأنه أن راحت 20 متر ورجعت 20 متر مجموع المسافة اللي قطعتها عبارة عن 40. زي ما حكينا displacement عبارة عن فيكتور له مقدار واتجاه والفيكتور بشكل عام كما حكينا كمان إنه بتحدد بمقدار واتجاه magnitude and direction بينما scalar يكفي فقط لتحديده
مقدار ولا يوجد اتجاه. في هذا الشابتر 1 dimension motion راح نستخدم إشارة الموجب والسالب عشان توضح الاتجاه. وبالتالي زي ما حكينا أي جسم بروح باتجاه اليمين بيكون displacement موجب، وإذا بروح باتجاه اليسار بيكون displacement سالب. للتوضيح هون كمان مرة إنه في عنا جسم راح من 10 إلى 30، إذا دلتا إكس بتساوي 20. هون الجسم راح من 30 إلى 10، هون دلتا إكس بتكون ناقص 20، هي 10 ناقص 30. هون الحركة كانت باتجاه اليمين، هون الحركة كانت باتجاه اليسار. نيجي لمصطلح average velocity. ال v لل velocity، x الحركة بتصير باتجاه x، average من المصطلح average velocity. ال average velocity يساوي displacement على time interval اللي هو الفترة الزمنية اللي صارت فيها الإزاحة. دلتا x عبارة عن vector، دلتا t scalar، طبعا دلتا t دائما بتكون موجبة، displacement ممكن تكون موجبة أو سالبة. وبالتالي الـ average velocity عبارة عن فيكتور يكون موجب لما دلتا x بتكون موجب، وبيكون سالب لما دلتا x بتكون سالبة. وبالتالي إذا الحركة كانت باتجاه اليمين بيكون الـ average velocity موجب، يعني باتجاه اليمين، وإذا كانت دلتا x سالبة بيكون الـ average velocity سالب، معنى انه السرعة بتكون باتجاه اليسار. الدايمنشن للافريج فيلوسيتي عبارة عن L على T، لينث على تايم، لينث بالاس اي يونت وحدته M، والتايم سكند. وبالتالي اليونت الافريج فيلوسيتي في الاس اي يونت عبارة عن متر لكل سكند. زي ما حكينا الافريج فيلوسيتي ممكن يكون موجب، مع هذا الحكي بالوان دايمنشن موشن، ممكن يكون موجب أو سالب بالاعتماد على إشارة الديسبليسمنت. نرجع للبوزيشن تايم الجراف، نحسب الأفريج فيلوسيتي على الفترة الزمنية من A ل B، يعني من 0 ل 10 ثانية. طبعا الأفريج فيلوسيتي بيحسب على فترة. بنلاحظ هون إذا وصلنا الخط بين A و B عبارة عن البلو لاين الخط الأزرق، بنلاحظ أن ارتفاعه عبارة عن دلتا X وعرضه عبارة عن دلتا T، وبالتالي السلوب لهذا الخط عبارة عن دلتا X على دلتا T، ودلتا X على دلتا T عبارة عن الأفريج فيلوسيتي. وبالتالي السلوب الخط الواصل من بداية الفترة لنهايتها على البوزيشن تايم جراف يمثل الافريج فيلوسيتي. نيجي لمصطلح الافريج سبيد، الافريج سبيد يساوي الديستانس على التايم انترفال. الديستانس سكيلر دائما موجب، والدلتا تي سكيلر دائما موجب، والافريج سبيد دائما بيكون موجب وهو سكيلر كوانتيتي. الاس اي يونت average speed نفس اليونت الافريج فيلوسيتي اللي هي متر لكل سكند. طبعا الافريج فيلوسيتي ممكن تكون موجبه او سالبه لها دايركشن، بينما الافريج سبيد ما لها دايركشن ودائما بتكون موجبه لانها سكيلر، والديستانس سكيلر. بينما في حاله الافريج فيلوسيتي الديسبيسمنت كانت فيكتور، وبالتالي الافريج فيلوسيتي راح يكون فيكتور. كويس، في عنا الحالات التالية. المطلوب إنه نشوف متى بيكون الماجنيتيود الأفريج فيلوسيتي أصغر من الأفريج سبيد. في عنا جسم بيمشي باتجاه البوزيتيف إكس دايركشن
without reversing. يعني هيك. واضح في الحالة هاي إنه displacement يساوي distance وبالتالي magnitude average velocity يساوي average speed. في الحالة الثانية جسم بيمشي في negative x direction without reversing. يعني هيك. واضح إنه distance يساوي displacement كمقدار وبالتالي average speed يساوي magnitude average velocity. الحالة C جسم بيمشي باتجاه البوزيتيف X وبعدين برجع باتجاه النيجاتيف X. واضح هون انه الديستانس رح يكون اكبر من الديسبليسمنت وبالتالي الافريج سبيد رح يكون اكبر من الماجنتيود الافريج فيلوسيتي وبالتالي الفرسي هو الجواب على هذا السؤال. في عندنا سؤال example مطلوب بنا نحسب الـ displacement الـ average velocity والـ average speed للسيارة اللي كنا نحكي عنها سابقا. نرجع للرسمة ونشوف الـ position عند الزمن صفر وعند الزمن 50 يعني الـ position A و position F. من الرسمة السابقة نطلع الـ position عند A 30 عند الزمن صفر والـ position F ناقص 53 عند الزمن 50. الديسبليسمنت الفرق بين البوزيشن النهائي ناقص الاولي اعطانا ناقص 83 بينما الافريج فيلوسيتي الديسبليسمنت على التايم الديسبليسمنت اوريدي حسبناها والتايم 50 ناقص 0 يساوي 50 بيطلع معنا الجواب. مطلوب نحسب الديستانس. لحساب الديستانس لازم نشوف السيارة شو قطعت مسافات. أول إشي من A ل B كان هون 30 وكان هون 52 عبارة عن 22 متر هون عند A وهون عند B. بعدين رجعت من B ل F هون B وهون F. B كان 52 وهون ناقص 53. 52 ناقص ناقص 53 المسافة بتكون 105. إذن الديستانس عبارة 22 زائد 105 بعطينا 127. الأفريج سبيد يساوي الديستانس على التايم. التايم مثل التايم السابق والديستانس حسبناها. إذن حسبنا الأفريج سبيد. نيجي لمصطلح instantaneous velocity. instantaneous velocity هي velocity عند لحظة زمنية معينة بينما average velocity على فترة زمنية. ولكن إذا كانت average velocity محسوبة على delta t على فترة زمنية delta t فإذا كانت delta t تؤول إلى الصفر يفترض أن average velocity رح يساوي instantaneous velocity. نيجي للposition time graph رح ندرس average velocity والinstantaneous velocity على الفترة من A ل B. نعمل زوم على المنطقة من A ل B بطلع معنا الرسمة هاي. هلا عنا نقطة A وعلى بعد 10 ثواني نقطة B. زي ما حكينا average velocity عبارة عن slope الخط. إذا صغرنا دلتا تي مثلا خليناها 9 راح تصير بي هون وهاي سلوب الخط هاد عبارة عن الافريج فيلوسيتي. إذا صغرنا دلتا تي كمان صراحة تصير بي هون. إذا صغرناها كمان راح تصير هون. واضح إنه كل ما دلتا تي صغرت الخط الواصل هاد بيقترب من الخط الأخضر. الخط الأخضر هو عبارة عن التانجنت لاين عند النقطة A وعبارة عن المماس. فإذا لما دلتا تي تؤول إلى الصفر راح يكون الخط الواصل بين A و B عبارة عن الخط الأخضر اللي هو التانجنت لاين.
إذا راح يكون instantaneous velocity يساوي average velocity لما دلتا t تقترب أو تؤول إلى الصفر، والaverage velocity عبارة عن ميل الخط لما دلتا t تؤول إلى الصفر، راح يكون الخط الأخضر هو الخط المطلوب نحسب ميله، وبالتالي ممكن نستنتج أن instantaneous velocity بتساوي ميل المماس. زي ما حكينا ميل المماس عبارة عن instantaneous velocity عند نقطة معينة. هلا رياضيا instantaneous velocity رمزها Vx عبارة عن average velocity delta x على delta t لما delta t تؤول إلى الصفر، عشان هيك أخذنا النهاية الليمت. في الكالكولاس معروف إنه الليمت لدلتا x على دلتا t لما دلتا t تؤول إلى الصفر عبارة عن مشتقة x بالنسبة ل t derivative of x with respect to t. هون instantaneous velocity، هون الليمت لدلتا x على دلتا t لما t تؤول إلى الصفر بتساوي المشتقة of x with respect to t. واضح إنه instantaneous velocity ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. إذا كانت الحركة باتجاه اليمين عند تلك اللحظة يكون average velocity موجب، والعكس يكون سالب. من الآن فصاعدا، لما نحكي velocity فالمقصود instantaneous velocity، بينما إذا بدنا نحكي عن average velocity نحكي صراحة average velocity. instantaneous speed عبارة عن مقدار instantaneous velocity. مثلا عندنا instantaneous velocity بلس 25، بلس إنه السرعة باتجاه اليمين 25 مقدار، هون السبيد راح تكون 25. إذا كانت instantaneous velocity ناقص 25، الناقص هون عبارة عن direction باتجاه اليسار والمقدار 25. في الحالة هاي السبيد أو instantaneous speed بتكون عبارة عن 25. مثل velocity لما نحكي speed فالمقصود instantaneous speed، ولما نحكي عن average speed نحكي صراحة average speed. كويس، هل الشرطة تهتم بال average speed ولا instantaneous speed؟ واضح انه بال instantaneous speed، لانه مفروض انه سرعة السيارة اي لحظة ما تتجاوز السرعة المسموحة في الشارع. مثال في الحالات التالية، متى بيكون instantaneous velocity بيساوي average velocity على الحركة كاملة؟ طبعا احنا بنعرف ان average velocity بنحسب على فترة، بينما instantaneous velocity عند لحظة زمنية معينة. اول اشي كرة تم قذفها للأعلى، شخص رمى كرة للأعلى طلعت وبعدين نزلت ورجعت لأيد الشخص اللي قذفها. واضح الكرة بدأت وأنهت رحلتها عند نفس النقطة، وبالتالي displacement صفر والaverage velocity صفر. بالنسبة للinstantaneous velocity الكرة كان لها سرعة معينة، ارتفعت صارت تنخفض عند أعلى نقطة كانت صفر السرعة، بدأت تنزل وبلشت سرعتها تزيد. إذا عند أعلى نقطة بيكون instantaneous velocity يساوي صفر، average velocity طبعا لل entire motion للحركة كاملة عبارة عن صفر. فإذا عند أعلى نقطة بيكون instantaneous velocity يساوي average velocity. فرع ب بي، فإن سيارة سباق سارعت من السكون from rest إلى سرعة 100 متر لكل ثانية. average velocity بالحالة هاي قيمة بين الصفر والمية، مش عارفين بالضبط كم لأنه معطيات السؤال غير كافية. من ناحية ثانية instantaneous velocity بتزيد من اللحظة الأولى من صفر وبتمشي بكل السرعات ما بين صفر ومية لحد ما توصل مية. فرضا average velocity كانت 45، فالinstantaneous velocity راح تزيد من صفر 1 2 3 وراح تمر بال 45. فإذا في لحظة ما راح يكون instantaneous velocity
يساوي average velocity. فرق C عندنا مركبة كانت تمشي بالفضاء بسرعة ثابتة. لما تكون السرعة ثابتة يعني instantaneous velocity ما بتتغير، يكون instantaneous velocity يساوي average velocity عند كل النقاط الزمنية. مثال، عندنا جسم يمشي بالX axis، البوزيشن معطى كمعادلة ناقص 4 تي زائد 2 تي تربيع، الX in meters، T in seconds، البوزيشن تايم جراف معطي. المطلوب نحسب الديسبليسمنت بفترتين زمنية من 0 ل 1 ومن 1 ل 3. واضح انه البوزيشن تايم جراف منخفض، معناته انه الجسم بيمشي باتجاه اليسار من A ل B، بعدين بيرتفع معناته الجسم بروح من B ل D باتجاه اليمين الى الامام. عشان نحسب الديسبليسمنت بنحسب X صفر عند الصفر ثانية، والإكس عند الواحد ثانية، والإكس عند الثلاثة ثانية. في حلين، يا إما بنستخدم المعادلة أو بنقرأ مباشرة من الجراف. بداية بدنا نحسب دلتا إكس من A ل B، البوزيشن النهائي عند واحد ثانية، البوزيشن الأولي عند صفر ثانية، هون عوض في المعادلة، بدل تي هون عوض واحد، وبدل تي هون عوض صفر، أعطى displacement ناقص 2. ناقص 2 يعني الحركة باتجاه اليسار، بينما من B ل D displacement كانت 8 يعني الحركة كانت باتجاه اليمين. هون طبعا بنلاحظ نعوض بدل T 3 هون بدل T 1، لأنه احنا بالفترة من 1 ل 3 ثانية. بعدين مطلوب نحسب الـ average velocity. الـ average velocity يساوي displacement على الزمن. displacement already حسبناه، والزمن الفترة الأولى من 0 ل 1 يعني 1 ثانية، الفترة الثانية من 1 ل 3 يعني 2 ثانية. بنلاحظ هون average velocity له نفس إشارة displacement زي ما حكينا سابقا. هون مطلوب نحسب instantaneous velocity يعني الزمن 2.5. في طريقتين، الطريقة الأولى احنا بنعرف انه instantaneous velocity يساوي slope للtangent. نرجع للبوزيشن تايم جراف، هون 2.5 ثانية، ناخذ هاي النقطة عند على الكيرف، هاي النقطة على الكيرف، نرسم التانجنت اللي هو عبارة عن الجرين لاين، ناخذ نقطتين مثلا هاي وهاي ونسميهم X1 T1 X1 و T0 X0. السلوب عبارة عن x1 ناقص x0 على t1 ناقص t0. نقرأ x1 10، x0 ناقص 4، t1 نحسبها من هون، نقرأها من هون، و t0 نقرأها من هون. بنلاحظ هون عوض هاي x1 10، x0 ناقص 4، وهاي اللحظات الزمنية مقابلة ل 10 ناقص 4، بيطلع معنا بلس 6. إذا عند اللحظة 2.5 كانت السيارة ماشية باتجاه اليمين. في طريقة ثانية، هنعرف إنه x معطيه السؤال ناقص 4 t زائد 2 تي تربيع، وبنعرف انه instantaneous velocity يساوي دي اكس عدي تي يساوي ناقص 4 زائد 4 تي، عند الزمن 2.5 بتكون بي اكس يساوي ناقص 4 زائد 10 يساوي بلس 6 متر لكل ثانية. بنلاحظ نفس الجواب، هون بلس 6 وهون بلس 6، واحنا بنعرف من الكالكولاس انه المشتقة تساوي ميل المماس. ناخذ حالة اذا كانت الفيلوسيتي تاع
ثابتة بمعنى instantaneous velocity ما بتتغير مع الزمن، بيكون زي ما حكينا instantaneous velocity بتساوي average velocity. واحنا بنعرف انه average velocity يساوي delta x على delta t، وبالتالي instantaneous velocity يساوي في حالة انه constant instantaneous velocity. بنعرف كمان انه delta x يساوي x final ناقص x initial. بنعوض هاي هون، بنرتب المعادلة، بيطلع معنا المعادلة التالية: delta t بتساوي t final ناقص t initial. احنا عادة بناخذ الزمن عند بداية الفترة صفر، وتي اف رح نعطيها الرمز t، وبالتالي ممكن نحط بدل delta t t، وبتصير المعادلة كالتالي. على كل حال مثل ما حكيت سابقا، هاي المعادلة فقط لما يكون الانستانتينيوس فيلوسيتي يساوي ثابت. بنلاحظ انه السلوب عند اي نقطة مثلا هون او هون او هون ثابت. هذا الاشي بيعني انه الانستانتينيوس فيلوسيتي بتساوي عند كل هاي النقاط، وهي تساوي average velocity. مثلا انا بدي احسب average velocity من هون لهون، هاي الخط الواصل بينهم له نفس الميل. فاذا واضح هون ان instantaneous velocity ثابتة، وهي تساوي average velocity. اذا لما يكون instantaneous velocity ثابتة، بتكون دائما position time graph عبارة عن خط مستقيم، لانه instantaneous velocity تساوي المشتقة من دلتا x على دلتا t، والمشتقة بتساوي السلوب، وبالتالي لازم البوزيشن تايم جراف دائما يكون خط مستقيم لما تكون الانستانتينيوس فيلوسيتي ثابتة. واحنا كمان لما نشوف البوزيشن تايم جراف خط مستقيم بنعرف انه الانستانتينيوس فيلوسيتي ثابتة. اكزامبل في كونستانت فيلوسيتي دلتا x 20 متر، دلتا تي 5 سكند. هلا احنا بنعرف انه لما يكون في عندنا constant velocity، instantaneous velocity بتساوي average velocity، والaverage velocity بالاساس بتساوي دلتا x على دلتا t. دلتا x بتساوي 20، دلتا تي 5 بعطيني 4 متر كل سكند. طبعا هذا الكلام فقط لما يكون constant velocity. هلا نحسب x عند الزمن 30، اخذنا معادلة للconstant velocity x final يساوي x initial زائد v x بt. xi راح اعتبرها صفر اللي هي reference point، والv x عبارة عن 4، والt عبارة عن 30، بعطيني 120 متر. برجع بعيد، هاي المعادلة فقط صالحة في حالة انه الـ velocity constant.